السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، النهاردة هنعمل مربى جزر. مكونات مربى الجزر إيه؟ كيلو جزر مبشور، نص كيلو سكر، كوبايتين كوباية ونص عصير برتقال، كوباية مية، عصير ليمونة، معلقتين كبار بشر برتقال. البرتقال اللي انت هتعصريته بشوريه القشر بتاعه. أول حاجة الحلة اللي هتعملي فيها المربى، هتحطي فيها الجزر وهتحطي فيها السكر، عليه السكر، عليه عصير البرتقال، عليه بشر البرتقال، كل حاجة. حطوا كل المكونات، عصير البرتقال، كوباية المية دي علشان ما نزودش بعد كده وهي بتستوي. كل المكونات دي هقلبها واحطها على النار لحد ما تستوي. انا عايزة لحد العسل ما يتقل، اول ما تغلي هوطي عليها، مش هسيب النار عالية عليها على طول، هوطي عليها تستوي براحتها. هتاخد لها حوالي ساعتين كده على النار على ما تستوي. اول ما تلاقي العسل يتقل وهي لونها خلاص بقى بيلمع كده استوت، هنشوفها ان شاء الله مع بعض. دلوقتي انا هحطها على النار تستوي. بصوا كده يا حبايبي، المربى لسه الشربات العسل بتاعها خفيف قوي، بص لونها ان شاء الله كده، هنشوفها لما العسل يتقل ونشوف التقديم بتاعها ان شاء الله الشكل النهائي ليها. بصوا كده يا حبايبي، كده خلاص هي استوت خلاص بالشكل ده، كده شكلها عامل ازاي. نغرفها بقى مع بعض ونقدمها. ده كده الشكل النهائي خلاص للمربى. يا رب وصفاتي كلها تعجبكم. ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده كده الشكل النهائي للمربى بتاعتنا. يا رب وصفاتي دايما تعجبكم. ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.